في حديث شريف أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سئل عن سبب تغسيله رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رحيله. الميت المسلم هذا بالموت وبرد الجسم ينجس، يصير نجس ويطهر بالتغسيل. حينما يغسل الميت بالتفصيل المذكور في الكتب الفقهية، بعد ذلك يطهر جسمه. الرسول صلى الله عليه وآله طاهر مطهر، بعد موته بقي طاهرا مطهرا. فيسأل الإمام أمير المؤمنين لماذا غسل؟ أمير المؤمنين في الجواب ماذا يقول؟ يقول لجريان السنة. الحكم الشرعي هو أن الميت يغسل. صحيح الحكمة هي أن الميت ينجس وبالتغسيل يطهر المسلم، وهذه الحكمة لا تجري في رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن الحكم عندما يصدر حكم عام.